الأحباب بشراكة مع جمعية دار الأحباب في الدار البيضاء قافلتي في دورتها الأولى تحت شعار جميعا من أجل التكافل والتضامن. والهدف من تنظيم هذه القافلة هو أننا إدماج المرأة أولا والطفل والسكينة، لأن السكينة عندهم مشكل ديال مشكل صحي، مشكل اجتماعي، مشكل عندهم مشاكل كثيرة. والحمد لله جات هذه الجمعية هذه باش أن نحاول ما عادش تقدر أن تحل كل شيء المشاكل، ولكن كنحاولوا أننا ندمجوا هاد الناس هادو ونتعاونوا معاهم في المسائل الاجتماعية الثقافية التكوينية. والحمد لله حنا إن شاء الله كنفكروا مستقبلا، بغينا نديروا إن شاء الله تكوين الشباب والشابات المنقطعين عن الدراسة، وماشي ما غاديش تكون هذه هي الدورة الأولى، إن شاء الله غادي يكون دورات، وكنتمناو الدورة الثانية والثالثة تكون أحسن بكثير من هذه الدورة هذه. وكنشكر جميع الناس المساهمين اللي شاركوا معنا بقليل أو من بعيد على إنجاح هذه التظاهرة هذه، لأن ما درناهاش إلا بواحد مشقة النفس، ما لقيناش الدعم وتكرفصنا فيها مزيان، ولكن الحمد لله كنتمناو الله سبحانه وتعالى، كنتمناو أن الجهات المسؤولة تاخذ هذه الجمعية بعين الاعتبار، لأن جمعية هي اجتماعية من الدرجة الأولى. مرحبا بكم ومرحبا بيا عند الناس ديال الدوار ولاد عبو بإقليم تارودانت. كانت الحملة اليوم الحمد لله كما تشوفوا في الفيش قافلتي في دورتها الأولى بشراكة مع جمعية مستقبل الزاهر للتنمية والتعاون وتكوين الشباب مع جمعية دار الأحباب من الدار البيضاء. الحمد لله داس لحد الآن، بدينا مع هذيك العشرة، هذه الجوج الحمد لله دايزة في أجواء مزيانة، كاين الأطباء، كاين طب الأسنان بالكاميون ديالو، كاين الحمد لله الدواء توفر لنا. من هذا المنبر هذا تنشكر كاع الناس اللي ساعدونا بدار الأحباب من جينا من الدار البيضاء عما قريب ولا من بعيد، وتنشكر بزاف الناس اللي نظموا لنا هنا. في الحقيقة التنظيم راه ما نقدرش نوصفوا لكم واحد التنظيم غادي داكشي بحال اللي تنقولوا غادي بوحدو على الفرقة التنظيمية اللي نظموا لنا هنا. والحمد لله كلشي تيخرج خارج فرحان، غادي كلشي مزيان. لحد الآن ما كايناش شي اعراض، شي حاجه، داكشي العادي نورمال هو اللي كاين دابا، ما كاين مازال ما كاين شي حاله مستعجله. كما وعدنا سي المندوب سي علي سي الذهبي المندوب الصحه ديال اقليم تارودانت، وعدنا الا كانت شي حالات مستعجله هو غادي يتكفل بها، مي الحمد لله لحد الان راه كلشي غادي مزيان، كلشي في امان الله. وتنشكر الناس ديال الصحافه تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل عبد الصمد فاعل جمعوي في المنطقه ديال جامعه سيدي برجا. اليوم نضمنا واحد الحملة طبية في دوار ولاد عبو جامعة سيدي برجة، واستفدوا الناس ديال الدوار جامعة سيدي برجة الدواوير المجاورة، يعني هذه الحملة كان فيها طب العام يعني تيدوزو كل شيء، وبالنسبة لطب الأسنان. والحملة تقريبا لحد الآن راه وصلنا ما يقارب 240 شخص بالنسبة للطب العام، وبالنسبة للطب الأسنان وصلنا تقريبا شي 140 شخص لحد الآن، الساعة ربما لحد جوج النهار. وكنشكروا جميع الفاعلين والجمعيات المنظمة المغربية اللي غادوا للإنقاذ والجمعية الأحباب بالدار البيضاء، كنشكروهم على التعاون ديالهم والشراكة ديالهم اللي تعاونوا معنا في هذه الحملة ولإنجاح هذه التظاهر هذه. كنشكروا وزارة الصحة على هذا العمل اللي قاموا به هذه الجمعية والسلطة، وتشكرا راه جاو ساكن تقريبا وصلنا شي 600 نسمة تقريبا دابا هنا دابا دخلت، وكنشكروهم وإلى خير. كنشكروا نقولوا الله ينصر سيدنا على خير، كنقولوا الله ينصر سيدنا، لا نعتمنا بالصحة لا نعتمنا بشيء. السلام عليكم. السلام عليكم، انا محمد ترناوي من جمعيات ولاد عبو، راه منظمه داكشي هو هذاك، وطبان جابوا الدويان وجابوا المسائل والدوار معاوننا وشكرا.